لا أحد على كوكب الأرض يتمنى أي ارتباك أو تهديد لصادرات النفط السعودي، لكن هذا السيناريو المرعب حدث بالفعل. كان يوم أسود، الشعور كان يعني بحالة من الانكسار لم تحصل لي في تاريخ. أنا أول مرة أشوف منظر كذا، حرائق مولعة من كل جهة. كانوا يشاهدون الصواريخ والمسيرات تعبر فوق رؤوسهم وتسقط أمام أعينهم، لكن ببسالة غير مستغربة استمروا في مكافحة الحرائق. السعودي ما يخاف، ما يخاف. الجميع يعرف أنه هذا المصدر الآمن للطاقة في العالم، هذا بناءنا السليم. هذه الضربات رغم ضراوتها كانت فرصة مثالية لنبرهن للعالم موثوقيتنا في ضمان إمدادات الطاقة، ونؤكد لأعدائنا أننا لا نخاف. حكاية عاد، الليلة 16:10 بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد. رمضان يجمعنا.